mean. And I would like to thank you about your speech yesterday, about the strong, the warm, and the very special word that you used yesterday in our shrine of democracy, in our parliament, in our Knesset, at Jerusalem, the capital of the state of Israel. عاصمة إسرائيل. أنت دائما فخور بالتزامك الحازم فيما تقول به، وأيضا تحويل أقوالك إلى أفعال. ولدينا فقط كلمة واحدة لوصفك. أنت بطبيعة الحال شخص إنسان، بني آدم جيد، ونحن فخورون بوجودك معنا كمقدسي، وأنا طبعا ابن لمقدسي وجدي مقدسي، و طبعا سبعة أجيال من عائلتي أتت إلى القدس منذ 210 ومئة سنة منها. كنا نعيش مع جيراننا العرب بانسجام، ولكن لسوء الطالع الآن نحن نعيش مأساة. طبعا هنالك رفض للإقرار ب وجود دولة إسرائيل، ولكن نحن فخورون كقاطنين في القدس بشأن قرار ترامب واعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل. مناخم بيغين رئيس الوزراء السابق أو الأسبق قال أن الواضح يجب أن نتصدى له بين الفينة والفينة، وقد تحدثنا بما هو واضح وسمينا الأسماء بمسمياتها، ونحن نثمن هذا الجهد لا سيما في الذكرى 70 لإقامة دولة إسرائيل. رغم السيد عباس وما تحدث عنه في الأسبوع الماضي، أقول أنه يتعين علينا بناء الثقة بين الشعبين. لسوء الطالع ليس ثمة ثقة بين الطرفين، وكلما انخفض مستوى الثقة لم نستطع أن نصل إلى تفاهم، ولكن بطبيعة الحال قدرنا أن نعيش معا، ولكن يجب أن يفهموا أن الشعب اليهودي عاد إلى موطنه، ليس كتعويض عن الهوليكوست أو المحرقة، ولكننا عدنا إلى موطننا لأنها موطن أجدادنا. ولهذا السبب أتت أسرتي إلى هنا منذ 200 سنة. نرحب بكم مرة أخرى ونثمن ما تقوم به لمصلحة الشعب اليهودي وما قمت به لغاية الآن، ونعرف ما يمكن أن تقوم به وما ستقوم به في المستقبل. أهلا وسهلا نائب الرئيس، يطيب لي وجودي معكم. شكرا سعادة فخامة الرئيس، شكرا للترحيب الحار، شكرا لترحيبك وترحيب حرمك. نحن نتشرف بوجودنا هنا في منزل رئيس إسرائيل، وهذه الزيارة زيارة ذات مغزى كوني معك هنا في القدس عاصمة إسرائيل. تشرفت البارحة لأكون نائب الرئيس الأول الذي يخاطب يدلي خطابا في الكنيسة، وأريد أن أشكرك وأريد أن أشكرك على مقدمتك المميزة. أقول أن قرار ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يحدون الأمل أن تشكل آية أو
آية النعم لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا ينثني بالدفاع عن إسرائيل. وكما قلت البارحة، الرئيس ترامب قد أوعز لوزارتنا الخارجية مع سفيرنا سيد فريدمان لوضع اللمسات الأخيرة على نقل سفارتنا إلى القدس مع نهاية السنة القادمة، ونحن نتطلع إلى هذا كونه علامة ملموسة لالتزامنا المستدام وتحالفنا مع دولة إسرائيل وشعب هذه الأمة العظيمة. وأعتقد أن الرابطة قوي، العروة هي عروة وثقة، ولكن في ظل حكم ترامب سوف نعزز من هذه العروة. نحن لدينا التزام عميق لجهة المثل المخ الذي نتشاطر فيها، وأيضا التجارة. هناك 45 مليار حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وأمريكا، وهذا يدعم استحداث الفرص بين الطرفين. وهناك دعم، وهناك تعاون في مجال الأمن، وهو نشط أكثر من أي وقت آخر. نحن نصطف إليكم كتفا بكتف في معركتنا ضد التشدد الإسلامي، وأريد أن أشكرك على شجاعتك وشجاعة جيشكم، وأعهدكم بالتعاضد المستمر والتعاون المستمر نيابة عن أمننا المشترك. نحن بطبيعة الحال نريد أن نتخذ موقفا حاسما ضد الدولة التي تشكل رأس حرب في دعم الإرهاب، أعني بذلك إيران. وبطبيعة الحال هنالك تأجيل لملف سحب جهودنا من الاتفاق النووي، وحان الوقت للتغيير فيما يخص الاتفاقية النووية الإيرانية. وهذا سوف يضمن أن بنود إنهاء العقود سوف ننحيها جانبا، وفترة من العقوبات سوف تمضي على قدم الوساق لسنوات قادمة لكي نمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. ولديك التزامنا والتزام حلفائنا أيضا للوصول إلى ذلك. إذا لم ينتمي إلينا أو يلحق بنا حلفاؤنا، فترامب سوف يمضي على قدم الوساق ويحدون الأمل أن نعزز من هذا المسعى لكي نساهم في أمن إسرائيل وأمن المنطقة والمصلحة الأمريكية أيضا. كل ذلك بالإضافة إلى ذلك، أنا موجود هنا لكي أعبر عن التزامنا بالسلام. وقد ومنذ وجودي هنا طبعا سمعت ما تحدثت فيه وما تعنيه القدس للسلام، وما تعنيه للأديان الثلاثة وأتباع الأديان الثلاثة الذين عاشوا هنا بانسجام لسنوات. وترامب يؤمن إيمانا راسخا أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وهذا سوف يمهد الطريق للدفع بعجلة السلام للوصول إلى مفاوضات ذات مغزى للتوصل إلى سلام دائم ووضع حد. نقول بالعربية إن شاء الله، إن شاء الله. نعم، بالفعل. إذا أشكرك مرة أخرى لضيافتك الرائعة. نحن ممتنون لقيادتك ولصداقتك، ونحن نتطلع من خلال نقاشاتنا لاستكشاف بعض الفرص التي ستعزز أيضا من هذه العلاقة أكثر فأكثر. شكرا جزيلا نائب الرئيس. نريد أن نتحدث عن ثلاثة قضايا: أولا القدس، وحدة القدس، ثانيا سوف نتحدث عن سوريا ما بعد الحرب الأهلية وما بعد تطيب الدولة، وفي النهاية سوف نتبادل أفكار بشأن ما يجري في غزة. ولدينا أيضا رئيس الاستخبارات